بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الجزء الثاني conditional branching. أخذنا الشكل الأول من جملة الـ if، والمرة دي هناخد الـ second notation أو الشكل الثاني من الـ if statement. بنكتب الـ if، وبعد الـ if بنحط الـ condition اللي بي return ليا true or false، بنحط الـ indentation أو الـ white space أو الـ space اللي احنا حاطينها، نحط الـ statement أو أكتر من الـ statement. طبعا كل الـ statements اللي هنا طالما فيها indentation ما بتتنفذش الا لما الاف تكون جايبه ترو. الزياده لو الكونديشن جاب فولس، كنا في المره اللي فاتت ما بنعملش حاجه. المره دي بنقول لو كان الكونديشن جايب ترو هينفذ الاوامر اللي بعد الكونديشن، لو كان جايب فولس هيروح لحاجه اسمها else وكولون، نحط كولون else وكولون ونحط اوامر بتاعتنا عادي بين indentation. كل الاوامر اللي هي بين indentation بالسبيس هتتنفذ في حاله ان الكونديشن يجيب فولس، يبقى إلس لو ما كانش، معناها كده لو ما كانش، إن لم يكن. فإف وشرط إن كان فهينفذ كل الأوامر دي، إن لم يكن اللي هي إلس هينفذ الأوامر دي. وأي ستيتمنتس خارج الإيه؟ خارج ما فيش إندنتيشن فيها، فدي خارج الإيه؟ الإف سكوب. بيبقى المنظر ده الفلوت شارت بتاعتنا يعني. دي أوامر بره الإف، دي أوامر بعد الإف، دول ما هم بيتأثروش سواء الكونديشن بتاع الإف جاب ترو، جاب فولس، ما جابش، مش ملوش دعوة. لو الكونديشن هنا جاب ترو بقى في عندي طريق اوامر بتتنفذ او عده اوامر بتتنفذ او امر واحد بيتنفذ لما يكون الكونديشن الريزلت بتاعته بجايبه ترو. كونديشن الريزلت بتاعته كانت جايبه فولس هيروح في الاتجاه الثاني وهينفذ امر او عده اوامر بتتنفذ لو كان الريزلت بتاعه الكونديشن بتاعي فولس. في الحالتين سواء كان من هنا او من هنا كده كده الاوامر اللي بعد الاف خارج الموضوع. ده الشكل العام بتاع الايه السكند نوتيشن اوف اوف الاف ستيتمنت. ناخد اكزامبل على طول. بقول لي عايزين نعرض رساله ان كان الرقم مدخل زوجي، ونعرض رساله اخرى وكان الرقم فردي. يعني لو كان رقم زوجي نقول له كذا، لو كان رقم فردي نقول له زوجي، لو كان رقم فردي نقول له فردي. بصينا على الالجوريزم، هنقول له انتر ا نمبر، دخل رقم وبعد كده ريد الاكس او انت اكس او اكس على طول. اف ان الاكس مود 2 اللي هي مودولس 2، لو كان بزيرو خلاص اي رقم مودلس 2 بيساوي زيرو يبقى اكيد زوجي. هقول له display النمبر از ايفن، else يبقى عرفنا النمبر از اود، وبالنسبه لي في الاخر برجع كومبليتد. لو حابين نكتب الكود ده تعالى على طول كده نفتح، ادي عندي مفتوح اهو الاي دي بتاعت البايثون. هعمل فايل نيو على طول كده عشان امشي على نفس الايه، على نفس مستوى البروجرام ده. ف الاول هريد الاكس، فاقول له اكس ايكوال بتساوي اللي هي اساينمنت اوبريتور يعني. طبعا انا هحولها الى الى رقم انت او فلوت، تمام، واخد القيمه من اليوزر بالانبوت. هقول له انتر اي نمبر، دخل لك رقم في الكوست بتاع الايه الانبوت كده، اخدنا الرقم. بعد كده عملنا له ريد يعني الاف، فهقول له اف واخد سبيس. لو كانت الاكس مودلس، العلامه بتاعتنا علامه في المية، مودلس 2 ايكوال ايكوال 0. لو طبعا لو انت عايز تستخدم اللي هي الماث دوت اف مود برضه شغال ماشي. اف اكس مودلس 2 ايكوال ايكوال 0، يعني كانت نتيجتها طبعا ايكوال ايكوال دي اللي هي هل هي بتساوي 0 ولا لا. دوست عمل الاندنتيشن، هقول له في الحاله دي هتبرنت number is even، تمام، else كولون هيعمل ايه؟ هقول له print number is odd، رقم فردي صح؟ لانه ما كانش بيقبل الاسم على الزيرو هيجيب number is odd. عايز اطلع بقى بروجرام completed، اول ما انزل لازم اخد امسح الاندنتيشن السبيس واعمل ايه؟ عشان دي تتنفذ كده كده سواء كان في الاود او في الايفن. هقول له ايه بروجرام كومبليتد وخلاص، تمام. ده الامر بتاعنا، اعمل كنترول اس راح اسيف في المكان اللي احنا بنسيف فيه، كان تقريبا ده اكزامبل 27. تمام، هدوس F5 عشان انفذه. قال لي دخل لك رقم،
زوجي ولا فرد؟ قلت له ماشي 49 طبعا ده رقم فرد. قال لي نمبر از ايه از اود. رجعت دوست في 5، قال لي دخل لك رقم 18 طبعا ده الرقم ده زوجي، فقال لي نمبر از ايفن وهكذا طبعا زي ما انت عايز يعني. 17 طبعا رقم فردي هيقول لي نمبر از اود، الزيرو طبعا ايه ايفن لانه ما بيبقاش حاجه. فبكده يكون ايه شفنا الفكره بتاعتنا ديت الاكزامبل ده وعرفنا السكند نوتيشن بتاع الاف، وده كان السولوشن بتاع البرنامج. اساينمنت ليك في اخر الفيديو نعمل برنامج بقى نفس الفكره بالظبط، تمشي على نفس الاسلوب كده. طبعا انا بحاول امشي معاك حته حته قدر الامكان خطوه خطوه، كل شكل من الاشكال ناخد نفهمه نعمل عليه تمرين، واديك كمان عليه اساينمنت عشان تبدا تتشرب الحكايه حته حته، ما يبقاش كله كومبلكس مع بعض. فعلى نفس الاسلوب امشي معايا اعمل برنامج يدخل الرقم، هو ده رقم موجب ولا رقم سالب؟ ما بتكلمش على الرقم زيرو، ما حدش يدخل موضوع رقم زيرو خلاص في الموضوع. فمطلوب انك تعمل برضه تعمل الجوريزم تمام، وتعمل فلوت شارت، وتكتب كود البايثون زي ما احنا عملنا، والسلام عليكم ورحمة الله.